كولر كان شغال على جمله وهنختمها بحلاوه جون وسام طبعا. ان انا الجون ده بيفكرني بجون رونالدو في تركيا في كاس عالم 2002. الناس لو جابوه الجون بتاع رونالدو شبيه ليه. في الجون الثاني كولر شغال على جمله هجمه بيعملها من بدايه الشوط الاول ممكن الناس ما تبقاش خدت بالها منها غير في الجون، ان هو بيعمل ايه، هتلاقيها في خدعه فايل اسمه خدعه كولر. يعني الراجل شغال من اول المباراه كان كيكا ان منع بيزيد والباك رايت ده مش عارف اللي هو بتاع موريتانيا ده باك رايت كويس جدا كويس. بس هو عنده حته افريقي كده ان هو على طول عبد القادر يخش جوه على مدار 90 دقيقه عبد القادر يخش. الخدعه كلها ايه؟ عشان تفرغ الخط المعلوم هو بيروح معاه عبد القادر بينزل كيتا ده يروح داخل معاه الخط صور. يفضل مين الخط يفضل معلول معلول. الكوره اللي جه منها الهدف هتلاقي فايل كده موجود اربع صور. ايه بيعمل ايه امام في المباراه؟ بانت امام بص على معلول شاور لمعلول جاهز وقبليها كولر بيتكلم مره واحده. اول لما جت لامام راح عبد القادر دخل لجوه وراح جري في ظهره كايتا ده كره جت لمعلول ضرب واحده في حلاوه كرات جيلبرتو لفلافيو كروس حلو قوي مرعب مرعب عمل كروس تحسه ورا شاي هي دي الكوره. بص عبد القادر اللي هو قدام الحكم اميدو كايتا ده اللي دخل معاه. اول لما الكوره جت لامام قبليها طبعا في المباراه باين الاشاره ان بيقول للمعلول اجاز. الكوره اللي بعدها بص وصلت لمين؟ لمعلول. بص كايتا بقى ساب عبد القادر وبيبتدي عايز يرجع. ده شغال عليها 90 دقيقه الكوره دي ومن الشوط الاول وكان بتبتدي من عبد المنعم وكان كوكا بيرجع مكان عبد المنعم كما مساك وكان السحبه اللي بتحصل دي بتشتغل. فده حق ربنا جمله متحفظه كويس. بص اللي بعديها كروس مش طبيعي بدري الكره عامله بندي الكره يا جماعه ساب جسمه وسام. بص اللي بعدها جول كره صعبه جدا 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 أول. ان هو يبقى برجلين الاثنين في الهواء كده ويوجهها بالشكل دي ده طبعا دي بتاعت لعيب كبير بس طبعا. لو استاذ ياسين بقول لك ان هو يبقى حاسس ان المكان فين الكره دي صعبه قوي ككوره كفرود الكره دي يعني محتاجه تركيز كبير أوي. جدا يعني دي دي اصعب كمان دي قريبه شويه بس في حاجه بقى في الجون لو استاذ ياسر جاب لنا جون رونالدو في تركيا في كاس عالم 2002 لو عرفت قريبه شويه من الجون اللي انا جبته في الجون مع الزمالك فجت بيمين في كرام اللي في الشفيك بس انا بيمين بس الكره دي صعبه قوي يعني ارتفاع الجسم ده بصراحه برافو. في حاجه بقى في حاجه مهمه جدا برضو في وسام ما حدش واخد باله منها عارف هي ايه؟ لو ما جابش هيرهقك مزعج ان هو طول الماتش مش موفق وبيحاول طول الماتش مش موافق وبيحاول حتى المذيع اللي بيذيع الماتش قال لك لازم يتغير وهو ده الفيرويد عنده شخصيه اللي انا بحب ان هو لو طول الوقت مش عمرك ما تزعل بس جات له كوره يقدر يخلص الماتش. لا وعمرك عماد متعب انا كنت بلعب على عماد متعب ما بحسش بيه خالص فجاه تلاقيه جوه فجاه تلاقيه لا وانت كمشجع لودار عمرك ما تزعل منه بس ده ما تزعلش منه عشان انت حاسس على طول اللي هو عامل اللي عليه في توفيق وعدم توفيق لكن على طول معوض ده بمجهود. انا صح يا هشام انا عجبني جدا في الماتش اللي في مازيمبي اللي عمل مجهود خرافي بيضغط وبيوجه الضغط لا يعني بصراحه فرود محترم جدا يعني لسه بدري النجاح مع الاهلي لسه بدري لكن في اللعيبه يا جماعه بتبان بيبان اللعيب اللي قادر الحركه بتاعته الديناميكيه بتاعته الرشاقه بتاعته لعيب يقدر يلعب في المستوى ده. انما النهارده لما اجي ابص مثلا على في لعيبه كتير ببص على مودست مثلا لا الراجل مش قادر يلف جسمه نفسه فيه مش قادر يجري سبرنت مش قادر ينط يعمل وسام كشف مودست وسام كشفه كشف مودست نفسه باينه يعني الفرق برضو هو في